انا كنت بسأل حضرتك قبل الفاصل على انه غنى ومونولوج، لكن بنلاقيه موجود على خشبة المسرح اللي هيظهر بعدها زعيم سياسي عظيم، زعيم الأمة سعد زغلول، هيلقي كلمته او خطبته في ثورة 19. ثورة 19 حالة خاصة، يعني انا لا اتخيل انه حد عاصر هذه الفترة ما تأثرش بيها، وبما انه هؤلاء الفنانين في قلب، وهم اصلا طبعا يعني ده حدث تاريخي مش هيتكرر، يعني كل واحد الحقيقة كتب او قال عن هذه الفترة كأنه فترة بعث. يعني سيد درويش ما قبل 19 حاجة وما بعد ثورة 19 حاجة تاني، رغم انه هو عبقرية، يعني احنا مش مختلفين. نجيب الريحاني ايضا، يعني دي علامة فارقة في تاريخ مصر. شيء طبيعي طبعا انه هؤلاء يعني يشاركوا في وفي طبعا وقعة مشهورة جدا، خروج الممثلين من مسرح الريحاني في يعني تظاهرة تكمل هذا يعني هذا المد الثوري. بالنسبة لسعد زغلول اعتقد انه استفاد ايضا، لانه يعني لما تشوف مثلا الاغاني حتى يا بلح زغلول او منيرة، اغاني منيرة المهدي، الشغل بتاع منيرة المهدية تتكلم عن يا بلح زغلول، وهي كانت بتتكلم في سكة تانية قبل ثورة 19. صحيح. بالتأكيد كان احد الاسلحة اللي في ثورة 19 هو الفن، لانه جماهيري ومتصل بالناس، وبالتالي حسن فايق اظن ان هو عمل ده بصدق من ناحية، ومن ناحية تانية الوفد وسعد زغلول استفاد منه في المونولوجات اللي كان بيقدمها. حسن فايق كجسم، كتكوين جسماني، تكوين مصارع كده او ملاكم، وبعدين هو طبعا في الاول كان يعني ما كانش بالضخامه دي، لكن كان بالطول والعرض. طبعا. بتشوفه في اوائل الافلام بقى اللي نتلمسها مع اسماعيل ياسين، لا قبل كده مع الريحاني مثلا، ومع الريحاني ادوار صغيره جدا، شخص قبله بسيط غلبان الى اخره يعني. صحيح. اللي هو كان ابن العم اللي نفسه يتجوز. أيوة. زوزو شكيب في سي عمر كده. مثلا بالظبط كده. نفس بس كان بيدي الصديق او المحب او السكرتيره زوج اخته اللي هو في سلامه في خير. أيوة. سأميرة الصحراء يعني. أيوة. كلها ادوار يعني فيها طويل ونهبل. وكانه ده الغرض. النمط ده يعني. طب خلينا نتكلم عن التكنيك الكوميديا، يعني الكوميديا بتنشأ ازاي؟ يعني في ثلاث حاجات لازم الكوميديان يبقى موجود عنده. موهبته الاول كممثل، لانه في النهايه هو مشخصاتي. يعني ايه موهبته كممثل؟ يعني هذا الرجل قادر على ان يؤدي دور في مسرحيه مع فريق، وهنا بيفترق مثلا عن المونولوجيست. المونولوجيست انت بتظهر وحدك وبتأدي وبتنمره وتنزل، لا ده انت هتشتغل مع فريق. يعني في المسمع اللي سمعناه ده، شوف ايه، شوف حسن فايق ازاي بيستنى على حوار اللي قدامه، وازاي يلتقط الإفيه ويقوله. مش كده، مش مسألة ان هو حافظ شوية كلام، لا ده في ايقاع. الايقاع ده جزء منه اداء حسن فايق. يبقى الاولانية، الحاجة الاولانية هي الموهبة. الحاجة التانية الحضور. يعني لا اتخيل ان كوميديان ما عندوش قبول. فكرة الحضور نفسها الحقيقة فكرة ساحرة ما لهاش تفسير. يعني ايه اللي يخلي الواحد تشوفه كده تقول ده دمه تقيل؟ يعني الناس بتحسها، يعني بتحس تقول له ده دمه تقيل، تقيل على المسرح. حضوره تقيل رغم ان هو السكريبت كوميدي، لكن يجي يقوله زي واحد يحكي لك نكتة 100 مرة تسمعها 100 مرة وتضحك 100 مرة. هذا الرجل عنده القدرة. الحاجة التالتة بقى الأساسية التكنيك، لانه مفيش ممثل كوميدي خصوصا اذا كان زي حسن فايق عنده كاركتر عايش لحد دلوقتي اذا كان عنده تكنيك. ايه التكنيك بتاع حسن فايق؟ هذا التناقض ما بين ضخامة الجسم وبين هذه الطفولية. يعني اللي بيضحك ايه؟ اللي بيضحك مش انه ضخمة، وفي ناس ضخمة كتير، يعني ان اللي بيقوله او الطريقة العصبية دي طريقة اطفال. يعني تحس انه طفل بيتكلم بس في هيئة شخص ضخم. من التناقض ده ومن المفارقة ده بينشأ الضحك. هل حسن فايق كان واعي واعي فطريا؟ يعني مش بالضرورة واعي بالتنظير ده، بس بعد خبرة بعد كده بدأ يدوس مع الناس، وإيه اللي بينجح أكتر، إيه اللي بيأثر أكتر، بدأ يدوس. بدأ أدوس عليها، بدأ يستخدم صوته، طبقات صوته بالطريقة دي. أنا مش شايف، يعني تحس إنه الراجل العجوز ده كبير كبير وعجوز، ده لما تقدم في السن أكتر بدأت المسألة تضحك أكتر. لأنه بدأ ضخم وعجوز وطفل، ثلاثة مع بعض، فأنت لازم تضحك، يعني تضحك من هذه المفارقة. فأتصور إنه هو كان مدرك إنه ده جزء
من التركيبه الشخصيه حتى وهو يؤدي بشكل جاد يعني. بقى خلاص بدا يستخدم صوته بهذا الطريقه. بتقول لنا وكأن النمط يمكن ان يعيش. ده اللي موجود عند حسن فايق وكل جيله زي زينات وغيره. ازاي ده؟ ازاي عمل ازاي شخصيه كل ادواتها محفوظه؟ ايوه. وكل يعني المداخل والمخارج في شخصيتها باينة، واذا بيها تنجح وباقيه وعايزها وبتكمل نفس الاداء. هنا في 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 ثبات، ثبات في النمط، بس مفيش ثبات في الدور، لان الشخصيه والاحداث والتفاصيل مختلفه. انما انا زي زينات صدقي، زينات صدقي ايضا نموذج لده، وما عملتش ده مره واحده يعني. ما تشوف زينات في الاول تحس انها بتختبر طب انا لو قلت بالطريقه دي هيحصل ايه. فلما وجدت التجاوب بدات تشتغل عليها، وبدات كمان تعمل اكسسوار يعني. كل الاكسسوارات اللي بنشوفها دي، الكتاكيت والبدله بتاعها مش موجود في النص. انما خلاص بقت، وبدا كمان ابو السعود الابياري يكتب لها يعني، يستلهم منها الشخصيه ويكتب لها. وطول الوقت كان في دايما الكاركترات دي حتى في اوروبا يعني، كان في دايما حاجه اسمها كوميديا ديلارتي. كوميديا ديلارتي ده عباره عن شخصيه ثابته يعني، البخيل مثلا لكن انت مش عارف البخيل ده هيقول ايه، بيرتجل يعني، بيظهر على المسرح انت عارف جاي تتفرج على سكتش البخيل، انما ايه النمره بقى، ايه التفاصيل دي بتاعته. فاحنا خدنا الكلام ده، وطبعا اكبر تجلي حتى في السينما العالميه شابلن طبعا. شابلن لما خد شخصيه الصعلوك المتشرد ووصل بيها بقى للمرحله صحيح. الاخيره. بس دي كلها يعني مرحله الرياده ومرحله البدايه. انما لما يبقى احمد فايق ممتد من ادواره في سلامه في خير ولا ب 46 ولا 44 لغايه شارع الحب، لغايه زوجه 13، لغايه معبود الجماهير بنفس النمط، بصمه الفنان. انا داخل، انا عارف انه دول اولا طبعا هو مش في دور رئيسي يعني. هو في الغالب طبعا ما بقاش بطل النمط، انما هو اللي بيسند. اللي هو بيسند، لان لو شلته من الفيلم بس الفيلم سخيف يعني. تشيله ما حسن يعني، مثلا انت عندك صباح وعبد الحليم، الناس داخله عشان صباح وعبد الحليم، انما شيل الجد رغم ان هو مشهدين يعني ولا حاجه، هتحس انه في مشكله، وهتحس الفيلم بقى دمه تقيل، والفيلم بقى يعني ما تقيل. فهم كانوا عارفين انه الحدود الدور بهذا الشكل، وبالتالي هو بيبدع في اطار هذه الشخصيه، وبيضيف في كل دور والى اخره. يعني حضرتك بتقول لي انه نجاح وبقاء وخلود النمط رهين بانه مساعد. ده جزء. الجزء الثاني طبعا في شابلن ما كانش مساعد يعني، مش شرط، مش يعني، ما هو شابلن حالة خاصة ريادية جدا. ما اظنيش انها اتكررت بعد كده كتير. اسماعيل ياسين مثلا، حتى اسماعيل ياسين الى حد كبير الى حد كبير نمط في الاداء يعني. اقصد اقول انت لو دخلت فيلم لاسماعيل ياسين ما فيهوش توقعاتك للي بيعمله ده، ممكن تبقى فيه مشكله لانه يعني بتبقى حاجه كده اقرب لي انك انت داخل مثلا تسمع عبد الوهاب. ما انت داخل عشان عبد الوهاب يعني، مش داخل لانه عبد الوهاب ممثل عظيم يعني. فانت تقول فين اسماعيل ياسين؟ تقول لو لقيته مثلا، مثلا تمثيل جاد او فؤاد المهندس كان ليه كاركتر، ليه طريقه معينه في الالقاء، ريحاني نفسه ليه طريقه معينه في. بالنسبه بقى لحسن فايق كان مساعد، وبالتالي حدود التركيبه بتاعته ما بتتجاوزش، وهو اما اب او جد او غير، نادرا ما يبقى شرير مثلا يعني. الا مثلا فيلم بتاع فيروز هاني كان واصي احد الاوصية وكده، نادر قوي. وحتى لما يبقى شرير مش هتكرهه يعني. فهو بيشتغل في الحدود دي وده يقلل التحديات الى حد كبير طبعا، وما يخليش مخرج كمان يقرر يوديه في منطقه تانية. المخرج برضه مستسهل شويه، حابب النمط، بيستسهل كتير لكن في المسرح كمان انا عايز مش عايز انسى المسرح، هم كانوا بيلاقوا نفسهم اكتر في المسرح يعني. يمكن في المسرح كان عنده فرصه للتلون والتعدد، التلون كتير طبعا من المسرحيات احنا ما شفناهاش فمش عارفين نحكم. وهم طول الوقت على فكره كانوا بيعتبروا المسرح مملكته أساسي. مملكته اللي هو يقدر يتحقق فيه، حتى لو كان جنب نجيب الريحاني، لانه بديع خيري ونجيب الريحاني كانوا بيرسموا الادوار كلها بشكل جيد، بدليل انت كنت فاكر كل فاكر الراجل اللي جاي بيقدم القهوه في في غزل البنات يعني، ده مشهد او الراجل اللي بيفسح الكلب يعني، دول اصلا ادوار صغيره جدا. حظي
اللي الباشا يطلع بيربي كلاب يطلع بتاع كلاب. انا لو بربي كلاب من 30 سنه كان زماني دلوقتي بتاع يعني. فكل الادوار الحقيقه مرسومه، لانه دول اصلا اشتغلوا مع الريحاني ودول فرقه الريحاني.